فقد سمعنا عن السلفية والبهائية والإخوانجية والتحريرية والشيوعية، وسمعنا عن الصوفية، لكننا من جديد في فلسطين سمعنا عن الأحمدية لماما في العام 2005 حينما أصدر مفتي نابلس في 14/7 بالضبط فتوى بتكفيرهم. قال حينها مفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش أن القاديانية أو الأحمدية فرقة ضالة غير إسلامية تتبنى عقائد فاسدة. بحثنا من خلال البرنامج واستوضحنا، وكان من جديد هناك محاولة لتطليق رجل من زوجته من منطقة رام الله، وأيضا دعوة أخرى لتطليق رجل آخر من زوجته باعتبار أنه تبنى طريقة الأحمدية. جذر الأشياء هو الدعوة للخير نبذ الشر. لماذا تكفر؟ هي طبيعة جماعة المؤمنين، كل الأنبياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبروه بين قوسين المؤمنين أنه صبأ، فيش شيء طبيعي أن عندما تأتي بعثة جديدة والله سبحانه وتعالى يؤسس جماعة المؤمنين من جديد، هكذا المؤسسات الدينية عبر التاريخ الإنساني يقفون محرضين مضطهدين الأنبياء وجماعة المؤمنين. لو كانت هذه الجماعة يعني لم تأتي ناقضا من نواقض الشهادتين لما أطبق على تكفيرها كل علماء المسلمين. أنا أتحدى أن يوجد هيئة أو جماعة أو عالم مسلم من طنجة إلى جاكرتا لا يكفرهم. وأنتم تنتقصون النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، تنتقصون ولعنة الله على الكافرين. كيف يمكن أن إذا ينفي، ولك الكلام الدكتور عمر الشيخ محمد، إذا ينفي يعني أنت تتهمني مثلا بالزندقة، أنت تتهمني بالحرطقة، استجلبتني سواء في السعودية أو في الخليل أو في أي مكان، سألتني هل أنت تجاهر بكذا؟ أقول لك لا. أنا أنسى. لو آتي بأسلوبهم هذا أسلوب يتحرون الكذب. تعتقدون أن النبي خاتم النبيين؟ محمد خاتم واحد النبيين؟ واحد سوف أشرح. تعتقدون أنه خاتم كل النبيين؟ كل كتبنا موجود طبعا. أنتم عملاء الإنجليز، أنتم مبروك، خلقتم من أجل هذا. مبروك، هذا أسلوب حضاري. أنتم قاتلتم مع الإنجليز في العراق، قاتلتم مع الإنجليز في العراق عام 1917. كذا وافتراء ولعنة الله على الكافرين. جيب أي دليلك. جيب دليلك. جيب دليلك. هل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم تعريف للمسلم أو لم يضع؟ فقط لكي نسأل. هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم من شاهد والتزم، وليس حتى التزم، حتى قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، احصوا لي من تلفظ بالإسلام بدون أي شرط في كتاب في صحيح البخاري. إلا أن ينقضها. لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، وشهد أنه خاتم النبيين. مش موجود في النص عنه. أنا أؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن أنا أؤمن يؤمن سيدنا أحمد عليه السلام يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ونحن فقط. هم لا يؤمنون، هم حقيقة لا يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ضد وحدي مين الصح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ مين معكم؟ أنا من معنى الله يعني سبحانه يعني وتعالى والرسول يشهد لي الإسلام. لا إله إلا الله. لا أنتظر قشبنكة ختم من حدا، لا من مفتي ولا من أكبر مركز. تنتظر أوكي، تنتظرون. لا أنتظر، بس نأخذ جملة بسيطة. لما بعثتم كتبكم تستجدون وتتوسلون إلى أن يشهد لكم الأزهر ودار الإفتاء. لماذا مشايخ وتكذب؟ لماذا؟ الله أكبر. أنتم بعثتم تستجدون. أنا كنت في هذا الوفد، أنا رئيس الوفد. إذا اسمع مني وليس أنا كنت أقول للناس تتوسلون للمسلمين أن يشهدوا لكم بالإسلام لو كنتم مسلمين. طيب مسلم حر الصدق، مسلم ينتقص الأنبياء وينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنا التقيت انطاوى، صوري موجودة مع الطاوى بعد ذلك. قال من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، انتهى. ليس صحيحا هذا. طيب لا المهم انا مش مستني، انا اجمع الفقه الاسلامي، مستني اجمع البحوث الاسلاميه كلكم. انا معي فتوى الرسول. هل الرسول صلى الله عليه وسلم غير التعريف بحياته، تعريف من هو المسلم؟ حتى كان في نبي كاذب، نعم، مسيلمة، نعم، كان في على رمضان الاثنين، نعم، منهم مسيلمة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين غيروا؟ يا أخي أنا بدي أسألك سؤال. من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال أن الحج في قاديان، من شهد كذاب ويكفر. صح قول. أنتم تقولون بهذا، أعطيني وين حج في قاديان؟ تفضل أعطيني.
انت معظم الاوراق اعطيني وين حج قاديان؟ هذه من كتبهم. معظم الاوراق تكذب. معظم الاوراق معظم الاوراق اللي معك من الشبكه العنكبوتيه من الانترنت. اجيب لي اياها مش ان شاء الله منين ما يكون. معي من الشبكه العنكبوتيه يا عمي معي. انا مش عارف مين كاتب. نسق ولصق فتوى. لو سمحت فتوى بحط عليها ختم من نسر. لو فتوى بحط عليها ختم من نسر يبيعون الخمر والافيون والمخدرات واله انجليزي. لم يستنكر ولا شيخ مع انه كثير من المشايخ لو سمحت ومن لو نفس من مجلس الافتاء لو سمحت لي. التقيت معهم نعم. انا بنفسي رحت يا اخي لو سمحت لي لو سمحت لي لو سمحت لي يعني انا يا لا يخجل على الاقل استنكر بدافع عن نفسك انت مكفر يا دكتور اخرى مره خليني انا الذي كفرت العلماء كفر امه محمد خليه يدافع عن نفسه والله انا والله مش كلام نقل واحد مش قال في حجب قاديان طيب وين النص؟ قال انه انا المؤسس بنفي انه الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين اجيب لي على فكره انا مش عارف ارتب الحلقه انا مش عارف ارتب الحلقه بدك تعبك تطور روحك علي يا دكتور ابراهيم دكتور ابراهيم حتى تستفيد من الحلقه دكتور انت كفرته خلاص يعني ما ظلش انت شو الاول هؤلاء الان هذا يمارس التقية كالشيعة وبالتالي هم يثبتون على الكاذبين وعلى كل من يعمل تقية انا عندي براهين احمدية عندي حقيقة الوحي ولا عندي شيء عندي ملخص خليه يحلف امام المشاهدين انه قرأ براهين احمدية اقسم بالله اني قرأت فيه قرأت فيه نعم قرأت فيه لا اقراه كله عشان عندي عندي متقية وعندي براهين قرأتها اسال بسالك سؤال قرأتها هل قرأت البراهين الاحمدية قرأت فيه لم اقراه قرأت فيه نعم قرأت فيه شيء لانه اردو بالأردي بالأردي مترجم بالمترجم مش مترجم ولا حتى الخصوم ترجموه بل ترجم شوفوا يا مشاهدين كيف مشايخ تكذب أنتم تدعون من يدعي النبوة أنتم تدعون النبوة أنتم تدعون النبوة وتنسخون الجهاد خدمة لعيون الإنجليز طيب احنا كل الحلقات اللي بنعملها نجيب حزب التحرير نجيب مؤلفات أيوة بس أعطونا كمل جملة بنجيب الإخوانجية الإخوان المسلمين نشوف مؤلفاتهم ونشوف شو قال فلان وشو قال فلان بنجيب الشيوعية بنقرأ نشوف شو قال لينين شو قال ماركس وبنحكم بناء عليه لاحظت ملاحظة وأنا أبحث عن الأحمدية ولا ما كنا أعرف عنها إلا النظر اليسير ولا أبحث وجدت معظمها إنترنت يعني للمشاهدين إنترنت 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 من موقعهم أنت صح من كتبهم وبطون كتبهم أنت صح من الإنترنت هالحين أنا بدخل على الإنترنت بقول عملاء الشباك اللي مش عارف مين أنا شفت أصدقاء شمعون بيرس الحين انا فيش عندي اثبات انه اصدقاء شمعون بيرس ما في كثير قيادات فلسطينيه قابلت شمعون بيرس وفي كثير قيادات عربيه اكمل لك في كثير قيادات وزعماء عرب قعدوا مع شمعون بيرس انا بقدر راجع عنكم شبهات راجع عنكم اثباتات هذه الشبهات من بينها الحج الى قاديان حج لقاديان لا يوجد حج لقاديان الحج الى مكه المكرمه والشعائر التي يقوم بها اي مسلم نحن نقوم بها وكل سنه يذهب من ابناء الجماعه الاسلاميه الاحمديه الى الحج إلى مكة المكرمة تعرف القصة الشهيرة مع الصحابي أسامة عندما كان في المعركة وشخص وصل بالدقيقة من خوف وقال أو الله أعلم قال أشهد أن لا إله إلا الله رجعوا عند الرسول شهادة الخوف نعم فأسامة رضي الله عنه قتله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت قلبه أين تذهب باللا إله إلا الله لم ينكر فقط تشهدات صحيح. بأن لا إله إلا طيب. الله أين يذهب الشيخ إبراهيم من لا إله إلا الله طيب. محمد رسول الله بدك أجيبك لا 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 تجيبني يجيب ربنا سبحانه وتعالى بدك أجيبك أين يذهب أسامة والمشرك عم يقاتل المسلمين يقتل سؤال. المسلمين سؤال علمي الآن أنا من المشاهدين نعم. بدي أبحث بحث علمي يدخل إلى موقعنا islamahmadiyya.net هناك كل كتب الجماعة لا يوجد هذا مصدر هذا مصدر يكفي طيب. أو الفضائية الان ايه طيب الآن على النايل ساعة على فكرة 11355 طبعا الموضوع مش جديد نسخ ولصق طيب فقط طالما علماء سمعوا من لأنه لا يعرفون أردية سمعوا من مشايخ الباكستان التي دمرت الباكستان الآن يستوردون هذا الوباء وباء التكفير من باكستان ليدمروا شعبنا الطالبانية شو بتقول ويدمروا البلاد العربية قتل أنا ما جيت قتل 85 مصلي يوم الجمعة قبل شهر أنت في الباكستان في مدينة لاهور وهم يصلون الجمعة للأسف فضائيات عربية منها الجزيرة والعربية لم يذكروا مساجد مع إنها مساجد حتى الجزيرة بالإنجليزية لأنها تخاطب الغرب ذكروا لأنهم تعرف بديني ميل ولا لو سمحت ذكروا لو سمحت مساجد لماذا لا أنا أريد لم يستنكر لو كانوا مجوس يقتلون
فقط لأنهم يقولون لا وهم أنا وتسجيلات أنا ما جئت ليظل لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا أريد أن أجيبه أنا أريد لم يستنكر ولا شيخ ولا زعيم أنا أريد أسأل أي إنسان مسلم بسيط إذا وجد إنسان مسلم يشهد الشهادتين ثم بعد ذلك ينكر معلوما من الدين بالضرورة على سبيل المثال قال الزنا حلال أو قال الخمر حلال أو قال إن الفيون حلال إذن هذا نكفره حتى وإن كان يشهد كويس توضيح نظري صحيح وهؤلاء القوم يشهدون الشهادتين ثم ينقضونها كالتي نقضت 45% من الشعب الفلسطيني لا بيصلوا باذنه كثير منهم لا هل تكفرونه لا 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 تخلط في الامور لا لماذا تخلط في الأمور إذن؟ لا تخلط من ترك الصلاه عمدا فعمدا فقد كفر روحوا قيموا طلقوا هناك طلقوا الشباب الفلسطينيين لا تلبس على الناس دينهم هناك فرق بين المعصيه وبين الكفر طيب اذا لا لا ضبط التعريف تاعك لا 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 ما ضبطش تعريف انت تلبس على الناس طب هيك ما استفدناش يستهدفهم المسلمون وهم خرجوا على دينهم ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أبي بكر ويطعنون في عمر ويطعنون في يوسف ويطعنون في عيسى طيب ويطعنون في كل الأنبياء يقولون إن عيسى عليه السلام كان يمين إلى موسى بلاش كل واحد زعلان من مرته يصير أحمد يصير أحمد يطلقوا يا أخي عفوا عندنا هناك فصائل إسلامية يعتقد القاديانيون بتناسخ الأرواح صحيح كذب طيب بعد إذنك أنت بتقول لي يعتقدون بأنهم أصحاب دين جديد مستقل كذب. وشريعة مستقلة ولعنة الله على الكذب يقولون بعد إذنك أنت بتجاوب دغري مريحك يس يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود كذب ولعنة الله على الكذب يعتقدون أن النبوة لم تختتم بمحمد ويقولون كذب ولعنة الله على الكذب الشيخ ظهير ترجم كتبكم أو كتب عنكم لم يترك يقول أن الشيخ حسان إلهي ظهير ترجم كتبنا يجيب لي كتب عنكم كتاب يقول لي اسم كتاب ترجمه احسان انا شاعر انه في حلقه مفقوده دكتور أيوة ليس هناك عندك مانع نسال الشيخ القرضاوي راح نساله مش بس هيك كل انت بتشوف بعد البرنامج فوق ادخل على الشريعه والحياه اكتب الاحمدي محمد شريف في الشريعه والحياه ايوه وانا سالته على الهواء مكتوب ايوه قريت كتاب واحد لمؤسس الجامعه الاسلاميه الاحمديه حضره الشيخ القرضاوي اللي هو مرجعيه في الامه اذا الشيخ القرضاوي مش الشيخ ابراهيم لم يقرأ كتاب واحد خليني أكمل الجملة لا أنت تكذب أنت تكذب أتحداك أنت تكذب اسمع أنا أدعوك أنا قلت قرأت البراهين الأحمدية أنا قرأت فيه قلت لك قرأت في البراهين الأحمدية نعم أعطيني سطر البراهين الأحمدية قرأت فيه أنا عندي هنا نقلت لك قلت لك بذكرى لا لو سمعت الله بذكرى سطر بالترج محسن أنتم تتضرعون وتتدرعون بالمحتل وأن كنا هنا أنتم عملاء هنا لليهود وتتشرفون به احلف يمين على القرآن والله أنتم عملاء وأنتم عملاء للإنجليز قل لعنة الله على الكاذبين ولا لعنة الله على أنكم عملاء أنا اسمع احلف يمين أنا خايف صار أنا أدعوك صار برنامج أمني الأيام القريبة القادمة إن شاء الله والله أنكم عملاء ممتاز مشاهدينا الكرام بدنا ندعوه للمباهلة دكتور من كان ينتحل نحلة باطلة وعقيدة زائفة فأن الله عز وجل يبتليه بالأسقاط آمين يا رب العالمين والذي يتهم كذبا وزورا وافتراء لعنة الله أنا مباهلك إلى الله عز وجل أنكم على عقيدة باطلة والكاذب منا يموت قبل عام طيب الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين